شو رأيك؟ استنى أشوف هذول لورا. هاي وين بدك تلبسيها؟ الصبح المغرب لما نروح من الحج؟ هاي لكل يوم. لا بس في بدلات البليكن المغرب، في بدلات سهرة، في بدلات للرقص. بالدين فيش سهرة وفيش رقص وفيش دين، خلص دين. شو يعني بدك ترقصي؟ لا ولا بعرسي؟ لا ولا بعرسي؟ لا خلص حجينا خلصنا. خلاص؟ لا خلص. هديش تلبسيها عنا بولينهم بيتجوزوهن بنات 15 و16. يعني انت بدي خافي على حالك من هسه. شو يعني؟ صار بدي فوتك القطار. صار بدي فوتني يعني مش فاتني يعني على الحفة. أمي وأنا ما زلنا نضحك، ولكن البعد بيننا أصبح كبير كالبعد بيني وبين قريتي. تقص الأسطورة أنه بعهد الانتداب البريطاني وصل للمنطقة الرقيب الأعلى، نظر إلى المكان وأطلق عليه اسم الفردوس. ولدت وكبرت هنا وأنا لا أعلم فردوس آخر غيره. هذه عائلتي ولي 3 أخوة. أختي حنان توفيت قبل 5 سنوات. هذا أخي سليم متزوج وأبل طفلين. هذه أختي جيهان متزوجة وهي أيضا أم لطفل. خلاص كديش لازم الصور يعني؟ شو المشكلة؟ مشكلة روحي ضابط البيت، ما روحي كشر لي البطاطا. أما أنا فما زلت عزباء، عمري 27 عاما. لم يبقى لي الكثير من الوقت حتى أحصل بشكل رسمي على اللقب عانس. ولد أبي في الفريديس. سمعت أنه بعث مع باقي الأولاد ليساعدوا في حفر القبور الجماعية في الطنطورة، القرية المجاورة التي هدمت بعد 48. أنا لا أعلم ماذا حدث هناك بالضبط في تلك الحرب، ومنذ ذلك الوقت أبي ساكت لا يتكلم عما حدث. وين بكيت يا باب حرب 48؟ بكيت في الدار، كان عمره 12 سنة. والمجزرة اللي صارت بالطنطورة مالها؟ بعرفش عنها هالشي، بسمع عنها. أنا بعرفش عنها هالشي. ولا ليش بديش تفوت هذا الموضوع أنت؟ ليش هاي وضع سياسي هذا؟ شو بديش في الخرافية يا با؟ هذا احنا بدناش فيه. اسمع مني. بعد حرب 48 وصل اللاجئون الذين طردوا من قراهم الواقعة على امتداد الساحل إلى قرية الفريديس التي لم تهجر في تلك الحرب. تساءلت دائماً عن سبب إبقاء الفريديس بالذات، لكن الناس هنا لا يطرحون هذا الموضوع. الناس بحبوش بعيوت، البلد عنا بتحبش بعيوت. قلت له بس تفشيش ليق لسياسي إياك والسياسة. دير بالك. أن نتحدث هنا عن التاريخ هذه السياسة، أن نتحدث عن الحاضر هذه السياسة،
نتحدث عن المستقبل. هذه السياسة حتى أن نحلم هنا تعتبر هذه السياسة. منذ زمن عاشت في القرية فتاة لم تخفها السياسة، كان اسمها سعاد. أختي حنان احتفظت بصورة لشقيقتين من سنوات السبعينات، أحدهن كانت في السجن لأنها تجرأت ورفعت علم فلسطين. كانت هذه سعاد. سعاد أصبحت بطلة طفولتنا. أخفينا صورتها تحت الوسادة وحلمنا عندما نكبر سنصبح مثلها، سنصبح مثل سعاد. في حينه حاولنا معرفة مصيرها، ولكن في القرية رفضوا أن يتحدثوا عنها. أختي حنان كانت تكبرني بسنة وكانت بالنسبة لي صديقة حميمة. توفيت حنان وتركتني هنا وحيدة أبحث عن سعاد. أنا بدور على مرة اسمها سعاد. سعاد مين؟ سعاد غنيم. سعاد والله ما بعرف. هاي هون هي؟ هاي بحيفة يمكن. لا محمية زمي. محمية دولي. سعاد بنت مصطفى الشيخ. هي بشون. هي بالإنجليز. وين؟ بالإنجليز. شو يعني بالإنجليز؟ بإنجلترا ببريطانيا. شو اللي صار معها لسعاد؟ شو اللي صار معها؟ بالبنت هون ما بعرف شو صار معها بالضبط، انا ما سالتهاش يعني. شو يعني بنت هون؟ بالامن. امن الدولي. سياسي. بدي اسالك عن سعاد. بنت هون ما بنت هون. شباك ما شباك، انا عارف شو خرافيات. سبخوت الشباك، بعرف شو هي. هي على الشمال وعلى الشمال بعرف. أنا يدوبك البني آدم اللي عندهم عيلة ولا إشي يدوبك يقدر يجيب لهم لقمة العيش ويأكلوا وزي ما كانها. اسألي عن البلد وحكيك أحوالها. اسألي عن أحوال البلد. أقول لك وتسألني عن إسرائيل. أنا بقول لك طز بإسرائيل وطز بشارون. أنا بقول لك طز بإسرائيل وطز بشارون. أنا دوفيك حزب ولا مدينة إسرائيل ولا دوفيك، أنا فلسطيني. بكيش سلحك. ولا جنس سلحك. اسمح مني سيدي. بأشرق أبو سلم إحنا طاحنين السجون ونضحك. انت من هذا الموضوع. بدي أقولش مثل، ولا مرة تمر كماي طلع تفوتهاش أنت أول واحد. خلي غيري تشوفوته يمر. تخلص سكول على حالك. وتصيريش زي سعاد. اوكي. في احد الايام عدت من المدرسه وقد رسمت على كف يدي علم فلسطين. عندما راته امي قامت بغسل يدي وضربتني. بعدها قالت: بدك تفضحينا في البلد ومصيرك يكون مثل مصير سعاد. الرجال في القرية يقضون أوقاتهم جالسين في المقاهي صامتين، ينظرون إلى النساء اللواتي يذهبن للعمل في تنظيف بيوت اليهود في زيخرون يعكوف المجاورة. أيضاً تعمل في زيخرون. إفواتيك شلانو. أنا لا أحب هذه البلدة. كل طفولتي قضيتها في بيوت اليهود في زيخرون يعكوف. ساعدت أمي في تنظيف البيوت ودائماً كنت أرى كم ينقصني من الحاجات. إفواتو خالت. ما زلت أذكر حتى اليوم ذلك الإحساس عندما كنت أستلم الدمى والألعاب من أولاد العائلات اليهودية التي عملت أمي عندها.
كل الحاجات التي بدلا من إلقائها في النفايات عطفوا علي بها. دخلي. شلون؟ ألان. ألان. طيب لا. فيتام لك خاوتك مجان؟ כן, בטח, הייתה מבסוטית. כן? חיתם הכי טובה מכל החיתמות? מה העניינים? יש לי משהו להגיד לך. שוט. אני כל הזמן חלמתי על משהו. עכשיו הגיע הזמן שאני רוצה לנסוע למכה. מה זה אומר? אומר שזה נסיעה ארוכה, וזה הרבה זמן. זה... אבל זה משהו בשבילך. זה נכון, אבל מצד זה משמח, ומצד זה מפחיד. אנחנו נחכה לך, אבל את חייבת לספר לנו כל יום מה קרה. כמו יומן, כי אנחנו אין לנו מושג מה זה אומר. אצלי מכה זה משהו כאילו עם מיליוני אנשים. נכון. לחזור. זה הנסיעה. תודה רבה. זה מאוד יפה בשבילך. תודה רבה. מתוקה שלי. זה מאוד מאוד יפה. תודה רבה. איזה חמודים. זה לא תמיד איתי, כולה חודש. עדיין. أنهيت دراستي الثانوية في حيفا. حتى لهناك وصلت الأخبار عن خطيب سعاد. قالوا أنه كان عربي من الجليل، تعاون مع الشباك وبسببه دخلت السجن. قصة سعاد أثارت عندي تساؤلات حول الهوية والانتماء، في حينه لم أستطع أن أبوح عن ما في داخلي. أما اليوم فهنالك مواضيع مختلفة تشغل طلابي في الفريديس. بتصوروش بس بالبيت، انتوا قاعدين بتصوروا كمان برا. انت شو الفيلم تبعك؟ عن البلد الفراديس كله. شو بتساوي انت عن الفراديس؟ الاثار القديمه، مقامات ومغر. اي مغر؟ اللي بالبلد. ايش في هناك؟ مغر عن زمان بيقولوا هاي مغر مسكون بالاشباح وبصير شو في عليها قصص وهيك. صورت يعني؟ صورت بس مغاره واحده ما صورناهاش. ليه؟ حاولنا نصورها بس من بعد ما سمعنا شو في هاي المغاره بتخوف. فيها مسكونة بأشباح وأرواح يعني بتخوف، بكاش حدا يستجري يقرب عليها. يعني واحد بفوت بيطلع زي ملت مسيشي راتش مجنش. وأنا بخاف يعني أفوت. بخاف يعني خوف رعب. للخوف في الفريديس له مكانة احترام كمثل العادات والتقاليد. أذكر أن القرية أطفأت أنوارها عندما كانت تسجن سعاد. تهامسوا بينهم، كبد على سعاد، الشباب قبض على سعاد، سعاد في السجن. وعندما تساءلت ماذا فعلت سعاد، قالوا اسكتي، لا تتكلمي عنها. نائب الرئيس الاجتماع العشرة وزارة فيه شغلات كثير بتسأل انه انا احكي معه بعدين لو ما تسلي حالها سيبته وفي شي حدا احكي معاه شو انا عارف مش عارف شو الموضوع يعني بتحكي فيه بخلال يعني حتى لو رئيس هون يعني وعنده شي فوت وعنده صدر يوم سعاد غنيم سمعتي عنها سعاد من البلد سعاد غنيم من البلد سمعتي عنها؟ شو بتعرفي عنها؟ ولا إشي بعرف إنها بنت البلد بعرفش إشي عنها في كتاب هي طلعته مرة عن حياتها كتبت قصة حياتها أنا بعرفها مرة كنت
وقت التقيت أنا وياها بالثانوي يعني كرؤوس أقلام، يعني أساساً هي كانت مع الشيوعيين. إن شاء الله أن هالموضوع حديثك يعني سعاد، تاريخ البلد لها تاريخ كبير، يعني البلد في تاريخ البلد سعاد شو عملت للبلد، شو عطت للبلد، هذا التاريخ تبع البلد، مش سعاد موجودة تاريخ حياتها. بجوز هي في أوائل حياتها كان في عندها شوية تكلوت وبعدين راحت برا، بريت البلاد. يعني شو يعني تكلوت؟ ما بعرف، بعرفش عزبي وكيف تسام. أنا عندي شغل وبدأ أكمل شغل. بس تاريخ أنا سعاد بسمع عنها إنها عملت أشياء وغيرت تاريخ البلد. مين سعاد؟ بعرفش عنها شيء. بعرف إنها إنه الشباك حط مع وراها الشباك. بجوز إنها اتطرقت للسياسة. بعرفش، أما إيش أزيد من هيش ما بعرفش عنها شيء. طب وأنا بتطرق للسياسة أحياناً، شو يعني؟ كل شيء الحدود. شو يعني حدود؟ بقدرش أخذ إشي هسه وأروح أعمل بتسوس أو أروح أقتل يهودي ولا إشي، معناته هاي هون في 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 إشي. وأنتي بتخاف إني يوم من الأيام أصير زي سعاد؟ بتمنى، مش بتمنى، دي سألتيني وأنا بدي أرد على سؤالك. هاد السؤال لا سمح الله بديش تتمشكل اليوم. هذا الوقت مش وقتنا، مش وقتنا يا بابا. وصلت إلى تل أبيب في المرة الأولى لزيارة أختي حنان، حيث كانت تدرس هنا في الجامعة. كنت فخورة بها لأنها نجحت بأن تكون بعيدة عن قريتنا المليئة بالخوف والسكوت. كفارة تخلى لعبور لدور بتل أبيب، مش نوخل لعبور لأخول أتلخ معمول كل يوم. شون צריך להיכנס לאוטו לנסוע כל כך רחוק. גם כל כך קשורה לקבר אחים בטנטורה, גם פה הרגו ערבים. גם פה לקחו להם את הבתים, גם פה משתינים עלינו כל הכיוונים. תאמין לי, תרגישי פה בבית. אז למה לבוא לי פה בעצם? כי לא טוב לך שם. איבתי, פרדיס זה המקום שממנו באת, אבל הוא כבר לא מתאים לך. למה? כי אף אחד לא מדבר בשפה שלך, אף אחד לא מבין אותך, אין לכם מי לדבר, אין לכם מי לדבר, אין לכם מי... אין לך שם אנשים בראש שלך. התסכול שלי מפרדיס זה חוסר שיתוף הפעולה, שהם לא מדברים ולא שיתפו אותנו, לא משתפים אותנו הדור החדש. לא מדברים. כן, אני חושבת, אם אנחנו יודעים מההיסטוריה, אנחנו נוכל לחיות את ההווה ואת העתיד. בגלל זה יש לנו את תחושת הריקנות תמיד. יש לי תמיד את התחושה שאני מבפנים, אני בן אדם ריק, מבפנים אני בן אדם מתוסכל, כי אני לא יודעת כלום. السلام عليكم. حالك؟ حالك انت؟ حالك انت؟
خالتي انت اختها لسعاد غنيم؟ ايوه. وين هي موجوده اليوم؟ هسه هي بلندن، بتجي مرات زياره عند اخوتي. شو بلندن بتساوي؟ بعرف شو بتساوي بالضبط، هي تجوزت وخلفت جابت ولد، وبعرف انه ملتهي بابنها. اما اشي ثاني انا بعرف اشي عنها. بيقولوا انه سودت وجهنا هي وما خلتناش نعيش بالمجتمع وما خلتناش اشي. ايه جوزي محايد خصوش بهالشغلات، بده هيك يعني انه انا ما اطلعش ما روحش ما اسالش خلص. بتعرف المجتمع العربي لازم الواحدة ترد على جوزها شو بده، والمجتمع العربي بيرحمش ما بتعرفي. خالي ليه بتكيش تخليها تحكي عن سعاد؟ عارفش ولا اشي. بسألش أنا ولا حتى السمعان يعني شو صار معاها؟ لا سؤال ولا إشي. أنا أمي أمي لحال وأنا لحال. أنظر إلى أخت سعاد ولا أفهم كيف يمكن للسياسة أن تفصل بين شقيقتين، وأتذكر أختي حنان لو كانت على قيد الحياة ستكون سعيدة حين تسمع بأني سأسافر لبريطانيا للقاء سعاد. سعاد مساء الخير، اتصلي تحكي لك اني جاي عندك ليومين. يعني احنا مش مفكرين نيجي ونعذب بلندن، مع انها هاي امنيتي. بتمنى ترجعي لي اتصال. سلامات. طوالي مان بتصلي؟ ضلك فايت دوري مان بتصلي بالمدينة في باب ظل فايت هناك عند كبر الرسول. طب شو الفرق بين واحد قبل الحج وبعد الحج؟ انت لما صرتي حجه شو حسيتي؟ شيء كثير بنجبره تلتزمي بالدين، مجبوره تمشي على الدين. شو يعني اول بكانك مثل ابتسام الحمره والبادره والشليشه على الله. انا يعني مثل الفصح. السؤال انه امي بتشتغلي وبتسوق السياره وبتطلع. السؤال انه السياره ممنوع؟ بسال اذا ربنا بيتوب علينا وبيريحنا من الخدمه كلياتها مش بس من شغل البيوت. بدك تطيعي جوزك، بدك تطيعي اهل بيتك، بدك تحافظي على صلاتك. والجوز الرب الصغير، ربنا فوق والجوز تحت هو الرب. الله اكبر الله. انتظرت أمي هذا اليوم بفارغ الصبر لقضاء فريضة الحج في ديار الحجاز. أنا مسافرة للقاء سعاد. كم أشتاق للقاؤها، ذلك الشوق الذي جعلني عاجزة عن إغماض عيني لأتخيل كيف تبدو. كل حياتي سمعت عنها، فكل مرة كانت تدخل السجن كانوا أبناء القرية يأتوني لبيت أهلها وكأنه بيت عزاء، وكأن سعاد قد ماتت. سألتقي بسعاد غنيم، ميسيس جورج، الدكتورة سعاد جورج، الإنجليزية من الفرديس. هلا حالك كيفك؟ شو الحال؟ مبسوطة الحمد لله. يا عيني محل البلد. هاي لوسيم هي جابتها. هاي الكعكة. هذا الكعك تبعي.
انا بقى هذا مني طلع مسكاة يا ماما كعك البلد سلمى هاي الشربة كثير كثير بجيب معي منها هاي زيتوني ماما طلع زاكي يلا ماما هذا الكتاب تعرفيه لا؟ هذا كتابي أوه في إشي هون الابتسام أفكر إيش هذا؟ هذه رسالة كتبت لك إياها في 8/2 السنة طبعا ما وديتهاش وما كملتهاش حتى ليه؟ إيش كتبتي؟ بعرفش لأنه كنت هيك تعباني شوية شو؟ الفرديس ملقية على شاطئ الضياع منبطح على جبل الكرمل مليئة بالمعاني تثقلها المآسي والذكريات لكن من يدري هنالك حقن من المخدرات لا تفقه إلا لغة الخوف والخضوع هذه البلدة هي قريتي التي أعشقها وأحملها معي في كل مكان وزمان جبناؤها تنكروني ففيها من يتذكر تلك الفتاة التي رفعت رايتها ورفعتها لتلحق بباقي القرى العربية وتسقط عنها وصمة الاستسلام هذه بلدنا ومن أجلهم أحمل الفرديس في كل مكان وزمان سعاد أنا دورت عليك بالفرديس وكل مرة بكيت أسأل السؤال كانوا يظلوا يقولوا له إسوكتي بدك تصيري زي سعاد شو عملت سعاد ما هذا السؤال اللي بحير شو عاملي ما هذا اللي بجننهم في البلد شو عملت سعاد إن حرة أنا حرة هذا اللي عملته أنا حرة بنت أحرار مش اللي شو عملت سعاد وشو هي عملت يعني رفعت راسكو يا مستسلمين شو اللي عملتو رفعتكو عشان تشوفوا حالكو شوي العالم الفلسطيني فلسطين هادي امتى لما وصل الرئيس عرفات لضفوا القطاع صار الانتخابات الرئيس مراقب الانتخابات الدولي جاب لي هدية من فلسطين علم فلسطين حملته ومشيت فيه في شوارع فلسطين كانت هي اول مره ترفع فيه العلم لا مش اول مره لا مش اول مره هاي اول مره بنسجلش عليه Have a nice day. Good morning, Sajid. Good morning, Sajida. Come on. Good morning. Good morning, Mrs. George. How are you? Okay. Okay. كنت أسأل دايماً وخاصة أسأل عن بلدنا وعن تاريخنا مين إحنا وإيش إحنا كان النسوان دايماً يطلعوا فيي إسوكتي لما خلصت ثامن وكانش في عندي إمكانية أروح لمدرسة في حيفا وطلعت أشتغل في زيخرون يعقوب في أحد الأشياء اللي سألني إياها اسمه زائف انت ليش بدك تتركي الشغل هون ما انت مبسوطه بالشغل ليش بدك تروحي تتعلمي كان جوابي عشان اعرف ارد عليك تعالي ظبطي لي اياها
هدي من خواتي. هاي الشجرة زيتون، أنا بحب الزيتون كثير كثير. للأكل؟ للأكل والشجر طبيعته. أهدوني شجرة زيتون وتحتها مكتوب فلسطين. سعاد أنهت رسالة الدكتوراه في الحقوق الدولي، متزوجة من إنجليزي وأم لولد. عندما أنظر إليها أرى امرأة قد نجحت بتحقيق ذاتها في مكان بعيد جداً عن قريتنا. أحد الشبان أو الناس اللي كانت تقول سعاد أنت قوي كثير لشاب عربي، لازم تخففي من هاي الحدة تبعتك والقوة، بتعيشيش مع شاب عربي، لأنه بيضل عنا العقلية إنه الزلمة هو اللي لازم يكون إيده العليا والمرأة الأيد لتحت، وأنت ند بالند ند بالند ند بالند. مع الجيل تبعي بمشيش ند بالند، بمشيش يعني يحكي لي كلمة بدي اسكت بسكتش. ليش؟ خير إن شاء الله، الحياة تفاهم مشاركة. كثير ببلبلي هسا، من ناحية مبسوطة بتل أفيف، بحس الحرية، وين بقعد وبتريح، ما حدا بيسألك شو بتساوي، ليه قاعدة هون، ليه مش قاعدة هون. بدي أقرر هل أنا بدي أعيش بمجتمع اللي أقدر أني أعمل كاريرا وأكون مبسوطة، ولا أعيش بس لأنه مجرد أني أنا عايشة مع أمي وأبوي وبالبلد. في دير بالك على هادي، أنت اختلاطك واسع، عندك دراسة، عندك شغل، عم تتطوري، في إمكانيات، ليش تطلعي؟ شو تطلعي لها الطلعة؟ ما تطلع علي أنا، ما أنا أنت بدك تضحي بكل حريتك علشان البلد. طب ولا؟ أنا شو عملت؟ شو أمي حكت لي؟ شو عملت أنا؟ وليش هالكد بخافوا من الآخرين؟ بكفيش السلطات الإسرائيلية كمان هن، ما هو تضحية، ضحي. ما أنت ضحيتي، شو بالذات عندما أجلس قريبة من سعاد أشعر أنني ما زلت أجهلها. كيف يمكنها أن تقول لي أن أبقى في الفرديس في حين أنها تعيش حرة في بريطانيا؟ بقسوة قاسية، قرار قاسي أن أتركهم وأطلع، مش هوية، مش هوية نهائياً أن أتركهم وأطلع، بس كان إجباري أنه في مستقبل، لازم أنا أكمل، لازم أكمل أمشي، مش أني أندفن وأقعد لأنه بأجل الخوف 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 والإرهاب الموجود، أني أنا خلاص انتهيت، فيش مستقبل. كم مرة ومرة عدول أخواتي كيف بنعمل الكعك على التلفون، ماني عارفتها وما عندي أنا، مكتوب في الورقة كيف بنعمل، بس كم مرة ومرة كل سنة يمكن مرتين ثلاث بسألهن على التلفون، بس عشان أحس إن أنا معهم وهم معي بنعمل إشي. هاي اللمة، لأنه تأثيري مع أهلي له تأثير كبير كبير علي، وفي علاقة هيك هيك قوية جدا جدا، أكثر عن اللازم معهم، فهذه بحسها تعصرنا عصر من جوا. سعاد في إشي مش يعني أنا حسب رأيي إنه أنت هون عايشة تأكل بعذاب جواني، نار مولعة، أنت موجودة هون وكلبك هناك، لما أنت موجودة هون وفكرك هناك، لما أنت موجودة هون ومتأكدة إنه كل ليلة بتنامي وبجوز دموعك تكون مملية المخدية، بتشتاكي تروحي بالبلد وتسلمي ويقولوا لك أهلا سعاد، وينك سعاد؟ مش مسز جورج يقولوا لك سعاد، تشتكيش يقولوا لك وينك يا سعاد؟ سعاد الوقت بيمضي معك كثير بسرعة، في كثير أشياء كنت أحكيها فيها معك، أنت بنقدر نكمل حكي؟ كمل بالبلد، نشوفك بالبلد إن شاء الله بإذنه تعالى، نوصل بالسلامة.
عندما عدت من بريطانيا شعرت أن البعد بيني وبين أختي الصغيرة جيهان كبير. كيف الحال؟ مرحبا. جيهان تزوجت قبل 3 سنوات وتسكن في قرية زلفي. نيرو خلطة. أهلا. خلطة ابتسام. سوي حلام. شفت البكاء بزرق الحمار. احنا ما كنا نضلنا دائما نلبس زي بعض بتلاحظي؟ من بقول انتي انا هون انا واسوان لبست زي بعض. شوفي هون انا وانتي بس رحنا على الكشاف حنان. لا ما حطيش ايه دائما على برا طلعت برا إيه لما لحالي أتذكرها كل حرام الله يرحمها لو هي عايشة هسا يا متجوزة يا بتيجي عندي. هاي هون شو أحلى كده حلوة. كيف حاسة؟ من أي؟ بالنسبة للوجه حلو جد رايحة. بتعرفي احنا ولا مرة بكينا صاحبات. لا انت مش فاضية اغلب الوقت. انا اللي فاضية وانا اللي بدي احكي مع حدا وخصوصا اختي لما بشوفون الخوات مع بعض. ليه بتعرفي تقولي؟ يعني مرات تبقى ممكن خلينا اتصل ابتسام خليها يجي تقعد تقعد تخرف بس بالمرة يمكن انت صعبة. نقعد شوية قبل ما تنشف. مرات بقول ليه لا ما اختي تبقى متجوزة معي هون بنفس البلد لانه الواحد بقدرش يضلوا عزابة كل الحياة. منقدرش نعمل حالنا يعني انه احنا بعرف شو يهود ولا اجانب. خلص فشي خلص هاي حياتنا يعني بالاخر لما نيجي نتجوز نتجوز عربي. العكس بتجوز بجيب اولاد بربيهم اصلا هي هاي الحياة لشو الواحد عايش يربي. شو مالها يا ابو الشجره؟ اعطيني عيان يا ابو. اللي له بدايه له نهايه. والتيني نفس الشيء بكت صغيره وهذا بكت تعطي. هسه صارت اختيارها. معلومه. هاي اللي له بدايه له نهايه. زي بني ادم. اما عزت علي المزبوط الوضع اللي هي فيه. طلع عليها جبن ذبلانه هيك. الحمد لله. يسدل الليل ستائره مبكرا على قريتي. يتربع عليها كأنه معلنا أنه سوف يبقى هنا للأبد. عندما تأتي سعاد للبلد عندها قد يبدأ يوم جديد. حاليا الوقت يمضي هنا ببطء وهكذا الحال عند أمي. أمي لم تعد تعمل. الدين يمنعها من العمل عند اليهود فتمضي معظم أوقاتها في البيت. لا إله إلا الله. يما. نعم. شو هذا اسمه؟ هذا شو اسمه؟ دير ظهرك. هذا شو اسمه؟ هذا مطار هذا مسموح. ليش لا انا مش متدينه يما. واذا انت مش متدينه لازم تبيعي لحمك. اذا انت مش متدينه
إذا أنت مش متدينة بعز شالت لحمك تبين على الناس. ها وينو هذا كليته هذا حم يا أمه حم حم وحم الآخر كيف بتصمدي فيه؟ بالدنيا هاي مش قادرة تتحملي وكيف بنار الآخر بديش تتحملي؟ وهو أنت قاعد بتحركي بي وأنا طيبة لما أنت لابسي هذا اللبس وأنا شايفتك ومش حاجة. أنت بتعرفي إن لما بروح على البلد شفتي ريكي جيبي لي أشرب شفتي بتعرفي إن لما بشتغل بالبلد وبروح بعلم بالمدرسة أي لبس بلبس انت بتشوفيني ما وشو شو شنوي انك انت بالبلد ولا بالمدرسه ولا بتروحي تطلقي ابي انا لازم تعرفي ان انا زهقت من كل هاي القيود اللي بالبلد زهقت هذا الاشي اللي لازم تعرفيه شو المطلوب على كل اشي بيعملوا قصه وعلى كل شيء بتعملوا منها سيناريو وعلى كل اشي بتعملوا منه شو اسمه والبني ادم ببطل يعيش زي ما هو بده زي ما هو طيب ساده مش بدك تعيشي زي ما بدك وبدك تلبسي زي ما بدك البسي وبسالكيش ولا سؤال ولا سؤال انا مش مسؤوله ولا عن حدا واللي بيحكي واللي بيجيب سيره مني بريه منك ليوم القيامه كيفك؟ حالك؟ أهلا وسهلا عاش مشافك الحمد لله على السلامة الله يسلمك نورت البلد حالك؟ أنت؟ شو الأخبار؟ انتظرت هذه الزيارة طويلاً لأن الحالة هنا أصبح صعباً بالنسبة لي مضت 5 شهور منذ لقائي بسعاد في بريطانيا وصلت إلى القرية بإجازة صيفية وهي القرارات الحاسمة طلعت من أمي هون عن البلكوني هاي هاي وإحنا قاعدين فيها هيك هاي الأرض أرضنا أمي زرعت الزيتونات هذول بعد ما توفت أمي صارت مزبلة مش حدا بيشتغل بالزراعة اليوم من أخوتي ولا حدا فيش وقت شو بتفكري؟ سلم عليك ولا لا؟ كيف عليك؟ والله أنا شايف؟ تعمل برنامج؟ شو رأيك؟ أنت أصدقاء الطفولة لسعاد؟ إحنا أبناء صف واحد من جيل صغير شو حسب رأيك السبب إنه هيك الناس ساكتة؟ بحكوش بحكوش بأي موضوع؟ عن سعاد؟ بحكوش عن سعاد عن الهوية؟ أنا بعتقد إنه السلطات شافت إنه سعاد عملت إشي اللي خل بأمن الدولة أو بنظام الدولة أو بتستحق عليه عقاب الناس في عندها نوع من الخوف من السلطات حتى إذا سألتيهم عن المصطلح هوية وتقرير مصير بيعرفوا شو يعني كو
كل طفل صغير رضع من بزمه اليوم بقول انا فلسطيني. نط بجديد، ما فيش فيها مشكله نهائيا. فيش مشكله كلياتنا. طب انت مش منتبه بس مش هذه المشكله يعني. مش هاي المشكله. انت بتحكي عاطفيا، مش منتبه لنقطه معينه. انه الشعب الفلسطيني اتبلور بسبب قيام دوله اسرائيل. هل مش منتبه كثير لا 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 من احد الاسباب اللي انا سافرت فيها لاوروبا حتى اكون انسان واقعي 100% اكتشفت لاول مره في التاريخ لفراديس مؤرخ ومحطوط في المكتبات البريطانيه انه واضحه ليش لفراديس بقيت الفلاحين زيخرون طلبوا من الهجانة ابقائنا حتى نشتغل في ارضي هذا السبب الوحيد انه بلدنا بقيت تطلع الساحل من حيفا الى تل ابيب فاضي غير احنا والبلد رافع رايتها بيد على طول يعني مسالمين ليش بيوم الارض مكتبي انت فاتح مكتبي بتسكر بيوم الارض ولا بتسكرش الهدف من انه المحلات تتسكر في يوم الارض شو يعني الهدف تضامن انا بقول التعامل مع حل المشكله يكون باتقان اتقان اللعبه السياسيه اللي موجوده في الدوله اتقان يعني سكوت مش عارفة مش عارفة شو فيها هسا نسيت واو هذه سجن الرملي صامت إننا صامدون خلف هذا الجدار بالصمت بالهدوء بالصبر بالصمود حتى الموت اللي كتبت على الجدار في أظافري خنقنا الدخان يا أمي غادت الدمعة تعبت استصرخت غاب الضمير عيوننا تقرحت أجساننا أصواتنا سيول الدموع لم تكفهم أرادوا المزيد متعطشين إلى الدموع أنت شو سويتي سعادة تنو سجنوكي؟ فيش سويت إشي ولا أول مرة ولا ثاني ولا مرة ولا مرة ولا أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة الوحيد إنه منظمة التحرير الفلسطينية ما كانش معترف فيها مع دولة إسرائيل هذا هو بس أملت فيه وكمان إني أفكر فيه بالمنطق تحرير فلسطين ما تدربت تدريب عسكري تدريب عسكري يعني سلاح؟ سلاح ما تدربت كلاميا فيش وإيش صار؟ ما صارش إشي لأنه أنت مجرد أنه فكرك ينتمي ويقول تحرير خلص انتهيت أنت إرهاب ما فيش ولا إشي ما فيش ما كانش فيه خطورة نهائياً على إشي اسم أمن دولي نهائي 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 ما فيش سعد مصطفى أخذت من 4 خشودين شعتصار لأخونها شباك بخشد لخبروت بفتح היא ילידת פרדיס, משפחתה משוכנעת שמדובר במזימה של מאהב קנאי? מה פיש מאהב ולא אישי. אני קונת מכתובי לחטיבי מן ערבי ויוקל. חטו כל תלבסת אינו הוא הסבב או משהו הסבב. אני אונקר ולא... סבב בבנש. מה בשוב? פי עתיקלי. תרקת הסלטות לישראלי דיימן באסתמרר. תפרגנה מן המפהום הווטני. הזה היא בס. התפריג אני בסמי. פרגונה. هذا اللي بيعملوه لما سجنتي بالمرة الثانية كمان لأني كنتي مع منظمة تحرير فلسطين المرة الثانية حتى أصعب المرة الثانية رجعت لوحدي من إيطاليا في 83 ماليش دخل بإشي كان الاجتياح في لبنان فأخذوني اعتقلوني على أي أساس مظاهرات
مظاهرات في إيطاليا ضد الاجتياح في لبنان. وكنتي تعملي مظاهرات في إيطاليا؟ كنت أعمل مظاهرات في إيطاليا طبعا كنت. لا كنت من قرية ثانية بتصيرش معي هيك. من أي ناحية؟ عشان ما حدا وقف لك؟ لا عبرة للبلد إرهاب. بخافوا أهل البلد بخوفين بخافوا إرهاب. المشكلة إنها أنا حبيت البنات كثير 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 كثير. حبيت بلدنا أكثر عن اللازم. مشكلة. قررت أن أصطحب سعاد معي إلى الطنطورة، القرية التي كانت ولم تعد بعد. هنا بدأ صمت أبي، الصمت الذي جعلني أتساءل وأتكلم. هنا بالذات أحلم أن تعود لفريديس كما كانت مرة قبل الاحتلال. قرية صغيرة وأحلام صغيرة، بدون سياسة، بدون خوف، مجرد فردوس. مجرد ان انا قاعدة هون وبطلع على قاعدة بجزيري ومن وراي الطنطورة ومن وراي الفراديس وقدامي في اشي لا نهائي بيعطيني اني اطمح اكثر بدي احلم. ما حكيناش عن ليش احلم؟ ليه؟ انا بدي احلم. انت انا احلم؟ انا ليش؟ ليه؟ انت احلمي تحرك روح احلمي يا البحر احلمي. شو احلام حيم جميل؟ بقول لك شايفه كيف الخوازيك هاي؟ هاي احلامنا هي خزوي. هاي احلامنا. شايفيها؟ كم حلم؟ واحد اثنين ثلاثة ملايين الاحلام هاي احلامنا. ايش يعني دولة اسرائيل قاعدة على روسنا قاعدة على قلوبنا؟ مش قاعدة ولا على روسنا ولا قلوبنا. لكان ولا شيء. مخزقة احلامنا بس. احنا اطفال وابناء الممنوع. نحن انولدنا في زمن فرض علينا في مسيرة حياتنا انه ما يكونش باختيارنا. ولا فينا ولا حدا فينا قرر مصيره في ايديه. بس انت من عالم الاختيار اللي كان عندك امكانيات الاختيار انا ما كان عندي. في يوم من الأيام فكرت أن أكون مثل سعاد. اليوم أنا أؤمن أنه باستطاعتي أن أكون فقط أنا. كنت دائماً أرغب في أن أعرف التاريخ، ولكن اليوم أنا لا أريد أن أنظر دائماً إلى الوراء وأكون مقيدة بماض لا مخرج منه. أريد أن أنظر قدماً إلى الأمام نحو مستقبل لأستطيع من خلاله أن أكون امرأة حرة، حتى ولو كان هذا ثمناً لفقدان هذا الفردوس. Thank you.
بالله.